يدخل مصطفى عسل نجم النادي الأهلي ولاعب منتخبنا الوطني الأول للإسكواش التاريخ من الباب الكبير خلال مشاركته في بطولة الثمانية الكبار والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 وحتى 27 من يونيو الجاري. وسيكون عسل على موعد مع كتابة تاريخ جديد للإسكواش المصري، حيث سيكون أصغر لاعب يشارك في هذه البطولة التي انطلقت عام 1993، وسيكون عمره 20 عاما وشهرا واحدا بعدما استطاع جمع 2885 نقطة من البطولات الكبرى. وأسفرت القرعة عن وقوع نجم الأهلي في مجموعة الموت مع المصنفين الثلاثة عالمية وهم علي فرج ومحمد الشربجي وطارق مؤمن على الترتيب. كان الظهور الأول للمصريين عام 1999 في البطولة التي استضافتها مدينة الغردقة، حينما تألق أحمد برادة وصعد إلى المنافسات قبل أن يصعد إلى المباراة النهائية للبطولة أمام الاسكتلندي بيتر نيكول، ليصبح برادة أصغر لاعب يتأهل للبطولة بعمر 22 عاما وشهرا واحدا. وفي عام 2007 بمانشستر سجل رامي عاشور نجم منتخبنا الوطني تاريخا جديدا بعد تأهله إلى منافسات البطولة والفوز أيضا بلقبها بعد تغلبه على الفرنسي غريغوري غوتييه، ليصبح بذلك أصغر لاعب يفوز بالبطولة وكان عمره 20 عاما وتسعة أشهر. ويسعى مصطفى عسل لكتابة التاريخ والظهور بشكل متميز خلال منافسته أمام أساطير وملوك اللعبة.